وياك يا سيدي المراجي عدنا هاي المسألة بالشريع ردنا جوابك عن مصايب كربلاء يا الصادقين بهذا المقام ردنا الحلال من الحق هلا يا الصادقين بهذا المقام ردنا الحلال من الحرام يا الصادقين بهذا المقام ردنا الحلال من الحرام عن مصايب كربلاء عن مصايب إلى خادم الحسين الشاعر عبد اللطيف خالدي السلام عليك يا من ربك ينطاك العلم سيدي يا ابني اللي عيدهم ينزل يصلي النجم شيعتك جينا وهدفنا من علومك نهتم نطرح عليك المسائل وردنا من